بعد الله أوقاتكم. إحنا بعدنا اليوم جينا القيصرية مال أربيل اللي صار بيها حرق، متابعة لأعمال الصيانة بيها، وطبعا كل الصيانة على الطريقة القديمة، السقوف دا يشتغلوها بالخشب والطابوق كله من الفرشي، يعني كل شيء راح يرجع تراثي، لأن هذا سوق تاريخي مهم في أربيل، سوق حرامات يدخل في أي إضافة جديدة. الأعمال الصيانة كلها أعمال ذكية بدون اسمنت وبدون أشياء حديثة، كلها على الطريقة القديمة. زهرة زينة ميرات بالسوق، شوف شوف، كلها على الطريقة القديمة، يعني ماكو أي اسمنت دخل بالموضوع، ماكو أي اسمنت دخل بالموضوع. الطابوق كله فرشي شغل أربيل، والعمالة كلهم دي يشتغلون على الطريقة القديمة. خشب وبالفرشي دي يشتغلون على الطريقة القديمة، شوفوا الراس، يعني قصدي السقف خشب، والطابوق كله فرشي قديم. زهرة زنك سوق القرع المحروق، شوفوا الترميم شلون دا يصير مثل قبل. باعوا كوتشي هوليرة ليريا؟ كوتشي هوليرة، شوف هذا كوتشي هوليرة، كوتشي، شوفوا هذا الطابوق اليدوي القديم اللي شو نقول عليه الفرشي، بالفرشي دا يشتغلون. على الأطعمة شو؟ وش حبيبي أو كان اللي قال فريقني ودائما جزائي هاي. احنا بعدنا بالسوق القيصري، البازار القديم مال أربيل. أوقاتكم اليوم اليوم العالمي للخط، وهذا كاك يحيى الخطاط والصاير، اليوم نشاط بالسوق اللي انحرق القيصرية مال أربيل. سوينا معرض هذا اليوم، احنا شوفوا نتهيأ للافتتاح.